العجب، أكبر مغارة مأهولة بالسكان تقع جنوب جزيرة سقطرى، تحديداً في منطقة نوجد، ويصل ارتفاع سقفها إلى أكثر من 15 متراً. في مغارة ذي جب يوجد العديد من الأنفاق المنحوتة تؤدي إلى مغارات أخرى داخلية، وتحتوي بداخلها جماجم وهياكل بشرية منذ آلاف السنين. تضافر العوامل الجيومائية في مغارة ذي جب جعل مياهها الجوفية الجارية تذيب الكلسة من الصخور، مشكلة أعمدة نازلة من سقف المغارة وأخرى صاعدة من قاعها في صورة فريدة غاية في الروعة والجمال، لتصبح إحدى الوجهات الرئيسية للسياح والزائرين. وخلو مغارة ذي جب من جميع أنواع الزواحف والحشرات الضارة جعلها مكاناً آمناً تقيم عدة أسر فيها منذ أمد بعيد برفقة مواشيها. ولا تزال الكثير من الكهوف والمغارات في جزيرة سقطرى تشكل سكناً ومأواً للإنسان السقطري المتمسك بنمط الحياة الفطرية. سقطرى الجزيرة الأم تضم وحدها أكثر من 50 كهفاً ومغارة كبيرة، وتستخدم الكهوف فيها ملاذاً آمناً للاحتماء من الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات والأعاصير التي تضرب الأرخبيل من وقت لآخر.